ورجعنا لكم دلوقتي مع اول فقراتنا النهارده مع سيد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. وزي ما قلت في اول حلقه يعني هو له باع طويل في العلاقات ما بين مصر ودول كثيره، خاصه التعاون الاقتصادي مع دول كثير ومنها القاره الاوروبيه. طبعا كان ليه يعني مساهمات ولغايه دلوقتي مساهمات كبيره في يعني زياده الدعم الاقتصادي والتعاون الاقتصادي ما بين مصر ودول كثيره في اوروبا وفي حول العالم. والنهارده هنتكلم عن السعوديه والتعاون الاشمل ما بين مصر والسعوديه في الفتره دي. دي فتره مهمه جدا في اعاده بناء الدوله المصريه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اهلا بحضرتك ومنورنا في مصر جميله. ودايما بنبقى متفائلين لما حضرتك بتبقى معانا، بتدينا طاقه ايجابيه. الحمد لله. تفاؤل حلو. هنأكد على نفسنا ليه؟ صح، مش ناقصه. مش فطرنا؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. السلاح السري لانعاش المصريين طبق الفول الصبح. صح، حد يقدر يستغنى عنه؟ لا، وطالما الفول متوفر كلنا بخير. الحمد لله. بس يا رب يكون مع اللي محتاج طبق الفول ان شاء الله. باذن الله. سياده السفير، احنا هنبدا بالعلاقات المصريه السعوديه. نعم، حضرتك قلنا الضوء على هذه العلاقه. والله انا عاوز اقول حاجه، الاعلام مش بيديها اهتمام. نحن افضل بكثير مما نصور انفسنا ومما يصورنا الاعلام. يعني انا البارح كنت في معهد الاذاعه والتلفزيون ومهتم قوي باللي بيعدوا البرامج عشان يتنبه ان العلاقات العربيه ازدهرت في ال 15 سنه الاخيره بشكل جيد، اقل بكتير من اللي انا اتمناه لان احنا طموحين طبعا، لكن افضل بكتير من الكلام. لدرجه ان مسؤول كبير كان بيخاطب منتدى في الاهرام وقال العلاقات البينيه العربيه لا تزيد عن 8%. بعت له ورقه، قلت له الحكايه دي من 20 سنه. العلاقات العربيه عموما خدت دفعه قويه قوي في القاهره لما القمة العربية 96 قالت نعمل منطقة تجارة حرة، الخطوة الأولى لسوق عربية مشتركة اللي كلنا بنقولها، بل هي أهم خطوة. في أقل من 10 سنين، في 7 سنين بالضبط، لغينا الجمارك بين الدول العربية. أصبح الآن مصر والسعودية يتبادلان التبادل التجاري دون دفع جمرك. ده على طول طفر طبعا، بأن مصر بعد ما كان العرب يمثلوا لها 12% النهاردة خمس التجارة المصرية تجارة عربية. بل حدث اكتر لما فتحوا لنا السوق، الميزان التجاري بقى في مصلحه مصر، لان السعوديه ما تنسيش اكبر سوق مستورد في العالم العربي، هم ربنا افاء عليهم بنعمه ثروه البترول، فبالتالي بيقدر يكون يشتري كل ما يشاء، وبالتالي استطاعت بقى كل صادراتنا من الغذاء، الموالح، البطاطس كده، ثم بعض الاشياء الصناعات اللي هي الخاصه بالصناعات الهندسيه المنزليه، كل ده يشكل فيض كبير من الصادرات المصريه اللي هي اقل بكتير مما انا اتمنى. النهارده العربي يمثلوا خمس تجاره مصر، حاجه عظيمه، وخدوا المركز الثاني بعد كان الثالث تفوقوا على الولايات المتحده. علاقتي بالعرب اكبر من علاقتي بالولايات المتحده، وفي جزء طبيعي. وفي ما كانش كده، يعني اقصد الطبيعي ان احنا علاقتنا بالدول العربيه تبقى اقوى بكتير من اي دول ثانيه. ده دراعنا، ده قلبنا. الحاجه الاكثر ان في جزء لما بنقيم العلاقات ما بناخدش بالنا منه، نبص على التجاره، والتجاره عاده مع العالم كله احنا بنصدر اقل ما نستورد لان احنا سوق كبيره. مع العرب لا، متوازن التبادل التجاري، لكن في شق الاستثمار، استثمارات. اكبر مستثمر على ارض مصر من الدول العربيه المملكه العربيه السعوديه، وده طبيعي، وانا هنا طماع انه يزيد طبعا، لان العرب بيستثمروا خارج بلدانهم 1600 1800 مليار دولار، في الداخل 60 70، لا يبقى 5% يعني، لا انا عاوز اكتر. بس هل هو مقصر انه ما بيجيش؟ لا، انا مقصر انه ما بفتحش. طب اول حاجه، ايه هي القطاعات اللي السعوديه بتستثمر فيها في مصر؟ ده خبر مش كويس، مش السعوديه بس. العرب عموما يحبوا الاهرامات، فيحب ياخد بنايه لكده. هتلاقي الاستثمارات العربيه، وده ينطبق على السعوديه، هتلاقي 80% من الاستثمارات في الخدمات، بمعنى يبني اوتيل، بنك، سياحه، عقارات. عقارات ادي 80%، اكتر شويه كمان، بيروح 9% للصناعة. في صناعة السكر موجود، في مصانع عربية هنا موجودة سعودية وغيره، كثير من الصناعات بيخشوا فيها، فالصناعة ده 9%. الأسوأ بقى إن الزراعة واخدة 2%،
فلما جاءنا اكبر مستثمر في الامه العربيه طردناه. اللي هو الوليد. ازاي كده؟ ازاي نعمل كده؟ هو كان مين الوليد؟ طفشناه. ايوه الوليد بن طلال. ايوه مش طردناه كتر خيره يعني. اغنى اغنياء العرب بارك الله في الوليد بن طلال جاء مصر. وبعدين في صحراء حوالين توشكا، وتوشكا عندها مصاعب كثيره جدا، الميه لازم ترفعها، الحاجات دي الناس لازم نقولها لهم، لازم ترفع الميه 160 متر. بعد 90 متر مش اقتصادي، ولازم تعمل تكنولوجيا تانية وتجيب ماكينات ترفع على 160 متر. جاء الوليد عملها، فاستصلح الراجل 25,000 فدان وهو واخد 100. قالوا له هات ال 75. فكتر خيره ورجعهم دون اي طلبات. السؤال عملنا بيهم حاجه؟ لا. لان برضه الاعلام هنا عليه دور، يقول لك صغار الخريجين. صغار خريجين ايه اللي هيجيب مكنه ب 2 مليار دولار تطلع ميه؟ لا، صغار خريجين يروح يشتغلوا مع مشروع عظيم كهذا. وانا اتمنى لكده، انا كنت من اسعد ما يمكن، نرفع معنوياتك بقى، لما السيد الرئيس قابل الوليد ده معناه بيرضي خاطره. دي 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 ده خطوه لطيفه بين اخوه. انا اتمنى الوليد وغيره وغيره يجوا يشرفونا بقى تاني، ونبطل حكايه النماكه اللي بيسقع الارض اللي هي كانت عن النيل. سياده السفير، المرحله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي كانت بعد ثوره 25 يناير. وكان في رؤيه ضبابيه، ما كانش في حاجه واضحه، ما كانش عندنا استقرار تمام بشكل جيد، كان في الاعلام بيلعب دور سيء جدا في وسائل الاعلام وفي الجرايد، فيمكن ده اللي اثار مشاكل. لكن الحمد لله دلوقتي احنا في مرحله استقرار. لسه غير الاعمده. اكبر كتاب الصحف الكبرى القوميه اللي هي مملوكه للدوله عينهم على رجال الاعمال، وفي طار ان يلا هاتوا لنا مليارات وهاتوا لنا التبرع. ده شيء كريم اعمله من قلبي، ان ما تقعدش تهددني كل شويه. او ان بيكسبوا كتير. ما هو جاي، هو في رجل اعمال من شروط انه يجي انه يخسر؟ لا، ما هو لازم يكسب، ولو كسب يكسبني، ولو كسب بشجعه ان جزء من مكسبه يعيد استثماره ويوسع مشروعه ويشغل ولادنا. فادي برضه عاوز ارجع للسعوديه، لان ده كله يندرج على السعوديه وغيرها. بقول حاجتين ما خدناش بالنا منهم غير التبادل التجاري، الاستثمار بقول، ودي اكبر مستثمر عندي، الجاليه المصريه. ما شاء الله انا عندي جاليه مصريه في الخليج عموما، في السعوديه خصوصا، وتتميز المملكه العربيه السعوديه انها اكبر دوله في العالم بتحول اموال اللي بيشتغلوا عندها، ما بتعملش قيود. فهي من في مقدمه الدول يمكن رابع دوله بتحول. فانا عندي في الخليج عموما 2 مليون مصري. المصريين عموما 8 9 مليون في الخارج، حولوا لنا 21 مليار دولار. بس في واحد صديقي طيب كده فقال الفلوس بتروح فين؟ بتروح لاهلهم، ما بتروحش للحكومه يعني. الحكومه بالظبط. يعني ما حدش خد الفلوس. انما تخيلي اعلى دخل عندك، تاني اعلى دخل للناتج القومي المصري هو تحويلات المصريين من الخارج. اعلى دخل برضو الاعلام مش واخد باله منه، الصادرات المصريه. انا مصدر 2012 ب 31 مليار دولار. عمرنا صدرنا بستة او تمانية من 10-15 سنة. فالتجارة الخارجية المصرية بتزدهر. تعبانة بقى لها سنتين بس ما نزلتش قوي. يعني 31 بقى 28 او حاجة. نشجع هذا. نشجع هذا. فاكبر مصدر دخل ليا الصادرات. تاني اكبر دخل الله يبارك فيهم ولادنا اللي في الخارج. التالت السياحة، وصلت ل 15-16 مليار دولار. ثم خد بقى قناة السويس وما سيتبعها. بس حضرتك دلوقتي بتخليني اخد بالي انه النغمة السائدة كانت في المجتمع وفي الاعلام ان احنا صادراتنا مش كفاية، احنا لازم نصدر اكتر. أيوة. في حين ان هو اول مصدر للعملة الصعبة زي ما حضرتك بتقول الصادرات المصرية. فبالتالي احنا لازم نشجع، مش لازم نحبط زي ما بيحصل معذور. في اماكن. يعني انا نفسي الكتاب الكبار بالذات، دي مسؤولية جسيمة ان كاتب اكبر اعمدة الصحيفة القومية بيبدو يعني اما يثقف نفسه او يكون عنده معاونين يديله ارقام. انت بتبصي على التجاره السلعيه، الفستان والبدله. احنا مش واخدين بالنا ان احنا دوله خدمات. انا 47% من صادراتي خدمه سياحيه وقناه السويس واطباء ومهندسين واللي بيشتغل بره واللي بيجي يتعالج عندي. ده هي كده. فكده ميزان العمليات التجاريه النهائيه سواء سلعه كوبايه دي ولا خدمه واحد بيعالجني ولا بيصفرني في صالحي. بدليل امال الفائض الاحتياطي النقدي ده بيتكون منين؟ مش ان الفلوس اللي داخله لي اكتر من الفلوس اللي خارجه؟ نتيجه العمليات كلها تجاره في السلع وفي الخدمات. وبعد كده حضرتك يعني هو معذور
اللي دايما احنا ننشر ارقام تجاره السلع. يا جماعه انشروا ارقام تجاره الخدمات. وانا بدعو من كل قلبي ان ربنا يبارك في قناه السويس، لان حتى لما عملنا قناه السويس ما كنتش موجود انت سنه 64 لما عبد الناصر قرر يعمل السد العالي. لو تشوفي كم النقد اللي اتقال على السد العالي انه هيمنع السمك السردين من دمياط ايه هو ده؟ اهو لولا السد العالي لكنا بقينا في محنه. طبعا. النهارده لما اتكلم عن قناه السويس اصبروا شويه اصبروا شويه. تصادف لما القناه توسعت التجاره الدوليه كسلت شويه فحصل نقص 30 مليون دولار في احد الشهور. يا عم ما كانت بتجيب يعني الله يرحم الملك فيصل، احنا بما اننا بنتكلم على السعوديه. يحكى انه هو رايح مؤتمر الخرطوم بعد نكسه 67 سال اللي حواليه وزير الماليه وغيره اقدر التزم بكام لمسانده مصر؟ قناه قافله كانت بتجيب كام؟ 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه دلوقتي بتجيب 5 مليار دولار. اذا الاتجاه العام هو ان القناه بتزيد وايراداتها بتزيد وهتزيد ان شاء الله مع توسع التجاره الدوليه زائد المشروعات اللي تقام حولها. انا عجمي في الله بقى ان الارض اللي حوالينا القناه، وده احد الحاجات اللي برضو ما زال عليها علامه استفهام. ما احنا عايزين نسال عن علامات الاستفهام خاصه بالاستثمار، يعني تشجيع الاستثمار، لان حضرتك بتقول انه محتاجين اكتر، يعني احنا طماعين. طب طماعين بقى ازاي نجيب الزياده اللي احنا طماعين عشانها؟ حضرتك عاوز مليار دولار ومعكش شنطه تاخد فيها. الاستثمار ده انبوبه كده جايه ولا في اراضي كهرباء ميه؟ فحتى الرئيس اشار بيقول ان عملنا طفره في الطاقه الكهربائيه فعلا في السنه الاخيره، الله يبارك فيه وفي اللي عمله قطاع الكهرباء المصري، شيء انت تفخر به. ما تصورش وزاره الكهرباء دي وزاره عريقه عراقه، فين شغل وزاره الكهرباء؟ سد اسوان وسد عالي ومحطات الكهرباء. ثم ربنا ادانا هديه اخيرا دليل ان احنا طيبين، وهي الغاز، اكتشافات الغاز جايه من عند الله. هو انت اللي عملتها؟ طلع لك من عند الله. فكده اول حاجه الطاقه، ما فيش واحد هيجي يعمل مصنع لاي حاجه الا لو عنده عداد كهرباء. اتنين الارض، هي دي بقى لسه عليها دي لسه مشكله دي. قانون الاستثمار الحقيقه جابنا عن انه يعني يعالج هذه المساله، قال لك لمجلس الوزراء، يعني لبسها لمجلس الوزراء، لا كان لازم القانون. انا عشت في البرازيل فتره وافخر ان على يدي اتعملت مزرعه في سان باولو اسمها اسوان، ولاد مصريين محمد الصعيدي واسكندر من عارف اتنين مسلم ومسيح حتى بالصدفه، دي مهندسين زراعيين، خدوا 1000 فدان هتزرع خدهم، يروح لبنك دو برازيل يقول له انا هزرع الارض دي. التفكير بقى الذكي، البرازيل ما فيهاش بلح مع ان هي مناخ بحر متوسط، بيزرع بلح ويزرع بطيخ وماشيه زي الفل بلا مليم. دفعوا الولدين دول كانوا اتنين شبان، خدوا الارض خدوا قرض زرعوا قلعوا باعوا سددوا. انا دلوقتي عاوز اعمل مزرعه او مصنع، هتقول لي خش في مزاد الله، فانت بتغلي عليا الارض طبعا. انا كنت في المغرب قريب وتونس وطلعنا على البحر نتفرج، كل الاراضي دي يا فندم خد اللي انت عاوز بس بشرط ابني واشتغل وعمر. في بلد عايشه على 6% من اراضيها مساحتها، لسه بتفكر في انك تتاجر في الاراضي، هي دي اللي يعني هي دي ميزه. انت تتاجر في العقول البشريه المصريه العظيمه اللي انشات رجال عظماء من احمد زويل ونجيب محفوظ وجاي على راي الغناوه. عندك اهم عنصر تستخدمه في مصر هو الطاقه البشريه، سواء في مصر او بتصدرها. لكده ارجع للسعوديه، لما الرئيس بيزور السعوديه دايما اقول له ايه؟ والنبي يا رئيس فكرهم ان في حاجه اسمها تعريب الوظائف. الجامعه العربيه في كل القمم دايما تحط بند تشجع الدول العربيه على تعريب الوظائف. يعني ايه؟ يدوا الوظائف، يدوا افضليه للعرب. على العرب. وباني انا اكبر دوله عربيه ما شاء الله بخلف 2.5 مليون كل سنه، يبقى ده هيفيدني. وبدل ما يبقى عندي 2 مليون في السعوديه والامارات والكويت يكون عندي 4 مليون، ليه لا؟ وموجود بدل ما يشغل يعني جنسيات لا تنطق اللسان العربي، ده خطر على الثقافه العربيه. انا مره راجع من الخليج كان في اجتماع في الجامعه العربيه، قلت لاخونا العزيز عمرو موسى انا شايف اسرائيل دي يعني دوله عبيطه. قال لي ليه؟ قلت له عماله تعمل دوشه عشان تحتل حته قد كده اسمها فلسطين، الهنود احتلوا الخليج خلاص. اهل الهند وباكستان يا فندم اكتر من اهل الخليج انفسهم. طب وده ينفع؟ لا. على الاقل خد واحد ابن لغتك ابن ثقافتك
ده اللي انا بقوله. فانا بعتقد احد الحاجات اللي اتمناها في العلاقات المصريه السعوديه الكويتيه الخليجيه عموما الامارات، ان اطلب 2 مليون وظيفه اضافيه، يبتدي يدي اولويه. بس احنا من ناحيتنا لازم نجهز الشباب ان هم يبقوا جاهزين اصلا للعمل هناك. ده ينقلني للهجره غير المشروعه غير القانونيه. ما تسافرش يا ابني بطولك كده من غير ما يقول لك انا اصلا عاوز اشتغل. تشتغل ايه يا ابني؟ يقول اي حاجه، ما فيش حاجه اسمها اي حاجه. روح اتعلم لحام. ده مهنه اللحام دي عشان في بناء السفن دي مهنه عظيمه جدا. روح اتعلم نجاره، روح اتعلم سباكه، اتعلم كهرباء، اتعلم نقاشه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اقسم بالله انني اجيد كل هذه المهن. حضرتك السفير جمال بيومي فن ما بيخشش بيته كهربائي ابدا. ما شاء الله. والطقم الصالون اللي وي سيز الرجل اتعوجت بيتوريهولي ملك بنت حفيدتي يا جدو البتاع دي. فبصيت لقيت البين نجار حاطط مسمار في اللوي سيز بوظه كده. طبعا امال الخازوق الفرعوني ده سببه ايه؟ الفراعنه عاملين حاجه اسمها خازوق فرعوني اللي هو على شكل 8. بيحطوا الترابيزه، كل ما تقعد الترابيزه فوقه يثبت. مش مسمار. ده انا بعمله. بالتالي عاوز ولادنا يتعلموا. واشتكت لي وزيره العمل السابقه انها بتعمل دورات تدريبيه. انا عندي مثلا 6000 تاشيره اللي عاوز يروح ايطاليا، بس مش هيروح كده فرافيره يعني، لازم يروح متعلم شيء. تقوم تروح بكرامتك تاخد مهنه على طول، ما تهربش في البحر لا قدر الله بيغرقه. بس مهما اوصف لحضراتكم الفرص المتاحه امام مصر في الخارج في الجزء ده، في الخليج، في اوروبا، في امريكا، في كندا، بلا حدود. بس اطلع مؤهل نفسك بسلاح العلم، العلم الفني بالتدريب. لكده مصر النهارده يعني اهم حاجه الى جانب التعليم التدريب المهني والتحويل المهني. اللي طالع خريج حقوق والمحاكم اتملت خلاص اعمل به ايه؟ تعالى يا ابني اتعلم حاجه. انا قبلت شاب قابلني في راس البر، انا واقف بتفرج على المباني، لقيت شاب زي الفل قال لي انا بعرف حضرتك من التلفزيون، اهلا حبيبي بتشتغل؟ قال لي انا خريج هندسه. ما شاء الله بتشتغل ايه؟ قال لي بشتغل نجار مسلح. مهندس راى انه نجار المسلح مهنه متيسرة اكتر من الباشمهندس اللي قاعد على المكتب، وبتكسب اكتر بالمناسبة. بصته لان احترمته، لان على فكرة دي العقلية الدمياطي المظبوطة. صح. لكده يا فندم بهذه الثقافة، دمياط ما فيهاش متعطل، بل احيانا بارك الله في الدكتور البرادع ما كان محافظ قال لي ان نسبة العمل في دمياط 103%. ازاي؟ في الصبح تلميذه وبعد الظهر نجاره، اشتغل مهنتين. التعليم 100% في دمياط. ليه؟ الصناعة، انتقلنا للصناعة وتوسعنا فيها. وبعدين احنا دايما ندور على الموارد. طب ويا دمياط فيها خشب؟ بتستورد خشب. القيمة المضافة اللي الإنسان يعملها بقى، اللي بيعمل القيمة واللي بيعمل الدهان واللي بيطلع حاجة حلوة، بس يعملها وفقا للمقاييس والمعايير الدولية. عشان كده بيقدروا يصدروا من دمياط وكده. لكده يا فندم أنا بفخر بحاجة بمناسبة الاستثمار الخليجي، احنا مستثمرين البنك الاهلي، وانا يعني عندي اعضاء في اتحاد المستثمرين من ضمنهم الشركه المصريه للمعارض في الخارج. بنينا معرض، حضرتك اللي تروح دبي والنبي يروح زوره، على حدود دبي والشارقه. حاكم الشارع الله يديله الصحه لانه هو ابننا ابن مصر، اهدانا حته ارض المقاولين العرب مع البنك الاهلي ومصر التامين والسجون الشرقيه كذا شركه، بنوا صرح من 3 ادوار على احلى ما يمكن، وروح اشتري البضاعه المصريه اللي انت عاوزها. لازم ده يتكرر طبعا، وحالا لازم نعمله في السعوديه ان شاء الله، اكبر سوق. طبعا. انا الحقيقه يعني اسف للاطاله، لكن شايف ان السقف مفيش حدود للي احنا نقدر نعمله. طبعا سياده السفير، كل اللي حضرتك قلته مقومات احنا بنمتلكها، وشباب زي الفل بيفكر كويس، ويعني دي الاغلبيه، ممكن نقول قله كسلانه شويه عايزه تتشجع شويه. الخلل فين؟ الخلل فين ان احنا نطبق نموذج دمياط في كل المحافظات الثانيه؟ يعني ده نموذج ناجح. انا اسف ما حدش يقول اللي يفتكروا ان انا متحيز لبلدي. لا، واخميم الحرير في اخميم، اسيوط والسجاد، الاماكن الرائعه دي. لكده انا احد اصدقائنا من رجال الاعمال، اسف مش هقول اسمه طبعا عشان ما نعملش بتاع، عشان ما بقاش علني، مخصص 30 مليون جنيه. وكل ما نقول له هات مبلغ لكذا يقول لك لا الصعيد، عاوز يطور الصناعات اليدويه في الصعيد. ادي الشغل المظبوط. فبتقولي لي ايه الخلل؟
لما بندرس في الاكاديميات العسكريه، اكاديميه ناصر جنبنا هنا، بندرس الايه؟ دراسه قوه الدوله هي ايه؟ ارض الحمد لله، قوه مائيه وقوه كهربائيه، شعب، اكبر شعب، اكبر جيش في المنطقه، كويس، موارد، تنوع، لان احنا مش معتمدين على حاجه واحده، بترول وبس. دي نكبه، لو كان عندنا بترول وبس. كل هذا هم ست عناصر، اذا غاب العنصر السابع ما ينفعش، الاداره. بالظبط. انا ورثت انا وحضراتكم عماره ولا مزرعه وننام؟ لا طبعا، لا. لازم نديرها، بس ومشكلة. الاداره، والاداره على افضل ما يكون. يطلع لك مثلا ايه؟ انا برضو حته تفصيليه، احنا ليه ما بنزرعش كل القمح يا سيدي؟ مصر بتزرع يعني تقريبا 60 70% من القمح اللي لازمها، انما الحقيقه لو انا اللي بختار وظروف عاديه ما بزرعش قمح، لان انتاجيه القمح في مصر اقل بكتير من انتاجيه البطاطس، وانتاجيه البطاطس اقل بكتير من انتاجيه الزهور. الورده بتتباع ب $4 في المانيا، ازرع ورد ولا قمح؟ او معودين اهو زي بعض، الورد طبعا. فالمبالغه في النقد، المبالغه ان نبقى اسف في التعبير عواجيز فرح، هو بس جزء طبعا. القمح ده علشان تبقى تتحكم في غذائك، يعني من منطلق ده الكلام في القمح. وهي المملكه العربيه السعوديه اللي اغنى دوله عربيه عندها قمح بس، وهي اليابان عندها قمح؟ ما عندهاش حاجه خالص. لا يعني بس بيعوضوا ده بان هم عندهم دخل تاني. هو الدخل تاني انا هقوله لك، بدل ما تزرع قمح ازرع ورد، والورد بيجيب 6 أضعاف القمح. هجيب لك الفلوس اللي هات اللي انت عاوزها. بس القمح يعني كان سبب القمح كان له سبب استراتيجي ايام الحرب، امدادات القمح وانا بحارب هتتعطل، بس كان ده السبب الوحيد. ازرع قمح، وبعدين تزرع قمح في مصر والسودان وراك، مش محتاجه هو ولا حد هيهدد امداداته. يعني بدك تغير تفكيرك وتهويه. الشمس طلعت اهي، نخلي فكرنا يتهوى شويه، ما نقعدش نفكر بنفس الطريقه. من لا يملك غذاء، اشعارات يعني، من لا يملك غذاء لا يملك مش عارف ايه. لا 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 خالص. طب يعني ده مش دور القطاع الخاص؟ يعني مثلا يفكر ان يزرع ورد ويشتغل ابتدى عليه، ابتدى بس ياخد التشجيع بقى من الاراضي. يعني هي هتبقى برضه مشكله ان هل هيلاقي اراضي؟ مش عاوز ارض كتيره قوي، ده هو تكنولوجيا فظيعه. ده عاوز حد نمكي قوي زي حضرتك، يصحى الساعه 4 الفجر، قبل ما يصلي الفجر يكون قطب في الورده وحطها في صندوق نايم في الثلاجه بقاله ليله عشان ما تتبلش، وفي الصندوق العربيه متلجه تخش على طياره متلجه، ويكون في مطار امستردام اللي هو اكبر سوق للورد في العالم الساعه 7 الصبح بس، تاكل عيش فينو بقى. ادي مشروع على الهواء كده، مشروع بالفكره وبطريقه كمان. في ناس بتعمله، في ناس بتعمله. المشروع الصغير ده، وبرضه هنقول واجب الشباب والدوله لازم تساعده والبنوك اقراضا، لان اهم شيء بتنتجه الدول العظمى المشروع المتناهي الصغر ده. المانيا بمناسبه انها كانت من 2005 ل 2009 اكبر مصدر في العالم قبل الصين ما تبقى، هل تصدق ان في استاذ عامل كتاب وده مترجم في مصر؟ ارجو ان المسؤولين والشباب يقروه، اسمه ابطال مستترون. من هم الابطال المستترون في المانيا؟ الذين لا نعرف اساميهم وصدروا 80% من صادرات المانيا. كلها كده حاجات زغنططه دي. 80% من صادرات المانيا مشروعات لم نسمع عنها. مش الماركات الالمانيه الشهيره. ده حافز اهو، بس تمويل، حد يقوده، نوفر له الارض، نوفر له حضانه، مكان يشتغل منه الى اخر هذا. وده يعيب البنوك اليومين دول، رغم ان هي عندها يعني دلوقتي عوائد جامده جدا وودايع، قصدي عاليه. أيوة جدا. ايوه لا يعني ما حصلتش قبل كده بالفريليون. مصر مكتظه بالفلوس، ولكن أيوة. بيدوا يعني قروض بفوائد بشروط صعبه جدا تخلي حد ما يقدرش يدفع. ومش بس كده، ولازم يعني لو ما دفعتش تفسد العون هدومي يعني. عارف لو ما عملش كده مدير البنك يخش السجن. لان ما زال احد عيوب الاستثمار تسوية النزاعات. برضو انت بتسألني على المشاكل. تسوية فض المنازعات. لو بنك اكتشف انه انا بعد ما مضيت وروحت ان هو عمل غلط، ما يقدرش يتراجع الا قدام المحكمة. اقعد 10 سنين بقى. فابويا كان رجل اعمال، قال لي تعبير يجب ان نفهمه، من خدم الاحرار لا يسأل عن الاسعار. ما تعمليش قانون يكلبش الموظف. يعني انا مدير بنك، جالي مستثمر اقترض مني، شاب كان واخد 100,000 جنيه، جاء قال انا معايا 95,000 او 90,000 تخلص؟
عملت كده انا اخش السجن. اه مع ان لو انا ما عملتش كده هيروح ال 90,000 في ايه؟ في القضايا. اه هي دي بقى لازم شويه نثق في انفسنا، وانك توكل الديمقراطيه عباره عن توكيل للسلطه. هو انا اللي بحكم؟ هو انا اللي هخش مجلس النواب؟ لا، النائب اللي انا انتخبته وانا وكلته يتكلم بالنيابه عني، وهو هيوكل الحكومه ويحاسبها، بس ما فيش حد بيدير بنفسه. فاذا حضرتك كلفتني ان ادير مالك، خدمت الاحرار، لا تحاسب في الاسعار. سياده السفير، عمرنا ما يعني بنشبع من كلام حضرتك والطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا وبتديها لكل الساده المشاهدين. دايما متالقين والشمس تبع على حسكم. الحمد لله. نورتنا النهارده في مصر جميله، وبنتمنى ان اللقاء يتكرر كتير علشان نستفيد من خبرات حضرتك. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميله. تعد محافظة الصعيد من أسوأ المحافظات حظاً.